هل سوريا بتتجهز لمزيد من التصعيد في قادم الأيام، ولا الرسالة كانت بتتعدى حدود سوريا لدولة الحدود الأخرى أي الدولة الأردنية؟ المسألة هنا بتحمل رسائل لمين وبتحمل رسائل لإيه؟ خلوني أطرح المسألة برمتها على الباحث في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ فادي عيد. خليني أسأل حضرتك بسرعة، هل إحنا إذا تجهيز الإقليم للقمة اللي بدأت بالمشهد الاقتصادي اللي حقق نجاح أمريكي بامتياز في السعودية، والمسألة واخدانا لفين يعني؟ بكل تأكيد زي ما حضرتك طرحتي، اللي بيحصل دلوقتي في الرياض ومشهد متزامن مع مشاهد مهمة كتيرة جدا سواء في سوريا بالتحديد الجنوب السوري على الحدود الأردنية السورية، أو حتى المشهد في ليبيا نفسه، أو كذلك نفس الأمر المشهد في العراق، والأمر الأكثر أهمية لدى الرياض المشهد في اليمن. وضح لو سمحت. بمعنى آخر، أن اللي بيحصل دلوقتي في سوريا خاصة الجنوب السوري بالتزامن مع مناورات الأسد المتأهب على الحدود الأردنية السورية بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وقطر وتركيا ومصر وباكستان والعديد من الدول، دي إشارة للنظام السوري بالتحديد لما يدور وما يحضر لجنوب وشرق سوريا. بمعنى أصح، ما تروح باسم وثيقة حوران والوضع الذي سيكون فيه درعا والسويداء والقنيطرة، بمعنى أصح مشروع المناطق الآمنة الذي يتم في جنوب وشرق سوريا بالتزامن مع المشروع أيضا اللي بيتم في شمال سوريا بعد ما تم تسليمه رسميا للأكراد وليس أردوغان. طيب ده معناه إن إحنا قربنا من المشهد الأخير، يعني هل هذه القمة اللي بتسمى قمة إسلامية أمريكية أو أمريكية إسلامية هتكون لوضع يعني نقاط أخيرة، ولا المسألة برضو بتنبئ بأنه ما زالت هناك مراحل أخرى لسه هيتم استكمالها؟ لا، القمة الإسلامية الأمريكية قد تعطي قبلة حياة جديدة لدونالد ترامب في الولايات المتحدة، وقد تعطي بعض الامال للمملكه العربيه السعوديه في المنطقه لعوده الزعامه مجددا ومواجهه ايران وما الى اخره، لكنها تفرض شكل نهائي في الاقليم صعب جدا. قدامك اطراف اخرى كروسيا وغيرها، يعني سيرجي لافاروف لما راح قابل ترامب وترامب اضطر انه يستعين بهنري كيسنجر عشان يعرف العقليه الروسيه قبل كمان العقليه العربيه والاسلاميه قبل ما ينزل على الشرق الاوسط، كده يقول لك لا، صعب اي خطوة كمثل هذه طيب. القمة أو غيرها أنه يستمر. طيب أستاذ فادي، الدولة المصرية في ثوابتها لا تدخل في مفهوم الأحلاف، وربما مع كل الضغوطات يعني حضور مصر في القوة العربية في مشهد اليمن بيؤكد ذلك. إيه المتوقع من يعني الذهاب إلى ليست قوة عربية مشتركة وإنما نيتو إسلامي؟ شوفي، كلمة الناتو إسلامي ده كان مشروع على الولايات المتحدة الأمريكية من زمان بتسعى عليه من بداية الخمسينات، مشروع كبير تقدر يخوض حرب بالوكالة وبالنيابة عن أي خطر يواجه الولايات المتحدة في قلب المنطقة، في نفس الوقت مشروع ومظلة كبيرة تقدر تخش تحت عباءته في التطبيع. ليه إسلامي ومش عربي؟ التزامن. نعم؟ ليه إسلامي ومش عربي؟ يعني مشروع عربي يبقى مصر، حضرتك ناسي ايام القمه العربيه في شرم الشيخ لما مصر قدمت بهذا المشروع، ثم بعدها بعد ما كل رؤساء العرب وافقوا بعدها بشهرين السعوديه وقفت هذا المشروع وطرحت مشروع التحالف الاسلامي وكان أيوه في الاخر يعني الغرب هو الغرب عايز اسلامي وليس عربي، مشروع ديني اصولي. ليه؟ انت كده بتخلي بتدي ضوء اخضر اسرائيل تعليمي يهوديتها. اسرائيل دلوقتي قفت تختار الوزير الشباك السابق النائب الحالي بالكنيسة اللي طرح مشروع القوميه اليهوديه، قالوا انت كده على حق وكل العرب غصب عنهم هيضطروا يعترفوا بلديه اسرائيل. ليه؟ لان اسرائيل دلوقتي محاصره بما يسمى الدوله الاسلاميه فوق على حدودها في الشمال مع سوريا وفي الجنوب ما بين حدودها مع سيناء، وكمان وسط دول عملت نظام وتحالف عسكري اسمه التحالف الاسلامي. تمام. اسرائيل تكون وسط كل هذا انت كده بتديها ضوء اخضر مبرر ان احنا غصب عننا نعترف بيهوديه الدوله العبريه. طيب خليني اشكر حضرتك شكرا جزيلا، الباحث في شؤون الشرق الاوسط الاستاذ فادي عيد.